الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من جديد أهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا نواصل في هذا البرنامج بسلام آمنين في بثنا المشترك ما بين قناتي روتانا الخليجية والرسالة. والآن يسعدنا في هذه الدقائق أن نستضيف الأستاذ إبراهيم العقيلي الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي. أستاذ إبراهيم حياكم الله، كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. وكل عام وأنتم والمشاهدون بخير، ونبارك لقيادتنا وشعبنا والأمة الإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك، وكما نبارك لحجاج بيت الله الحرام مناسك أداء مناسكهم والوقوف بعرفة والنفرة إلى مزدلفة، ثم الاستقرار بمشعر منى في أمن وطمأنينة ورخاء. جميل، نبدأ من هذه النقطة تحديدا أستاذ إبراهيم، ونحن نشاهد هذه الجموع الإيمانية التي توشحت بالبياض ووقفت بعرفة، واليوم هي في أول بل في يوم عيد الأضحى المبارك ترمي الجمرة وتواصل أداء المناسك، وسوف تبيت في منى في أمن واطمئنان وسلامة. وقبل قليل استمعنا إلى حديث المسؤول في وزارة الصحة عن صحة الحجاج وعن سلامتهم. كيف يمكن أن نلخص هذا المشهد الإيماني وهذه الخدمات التي حفت جموع الحجيج ليكون الحج بهذه الصورة الجميلة والرائعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الحج مشهد عظيم يتكرر كل عام، لن تجده في أي مكان على الكرة الأرضية سوى في مكة المكرمة. تخيل أخي العزيز جهود ضخمة وإمكانيات لا حدود لها توفر لمناسبة تمتد 5 أيام فقط، أن تقام مستشفيات ضخمة في عرفات ليوم واحد أقل من 24 ساعة، نهار ويوم عرفة، ويقام مستشفيات كاملة ومصحات وخدمات صحية، وأن تقام مستشفيات بكامل تجهيزاتها وعلى أعلى المستويات، وتجرى فيها أكبر العمليات في مشعر منى لأيام معدودة. هذه لا تعملها سوى هذه البلاد التي شرفها الله بخدمة ورعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين. ما يبذل من جهود وما بذل طوال عقود من الزمن لا ينكره محق، ويشهد به القاصي قبل الداني والبعيد قبل القريب. جهود ضخمة وإمكانيات لا حدود لها وخدمات على أعلى المستويات توفر لكل قاصد إلى مكة المكرمة في موسم الحج الذي لا يتجاوز 5 أيام في عمر الزمن. فالحديث عن الحج حديث يطول، وحديث عن جهود ضخمة تبذلها دولة اسمها المملكة العربية السعودية، ويقوم بها أبناؤها الذين شرفهم الله بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية والحفاظ على أمن وأمان كل قاصد لبيت الله الحرام من حاج ومعتمر. خدمات أمنية، خدمات صحية، خدمات كهربائية، خدمات توفير كل ما يحتاج، غذائية. واستمعنا قبل قليل إلى حديث وكيل وزارة الصحة عن ما تبذله وزارة الصحة من جهود ضخمة، وهي جهود تذكر فتشكر لوزارة الصحة. أعداد ضخمة من الممارسين والأطباء يباشرون أعمالهم في موسم الحج لتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية للحاج الذي وفد إلى بيت الله الحرام.
جميل. سأعود إليكم ضيفنا الكريم أستاذ إبراهيم، ولكن أستاذنكم الآن في الذهاب إلى زميلنا حسين الشمراني من المشاعر المقدسة، ودائما ما نتوق لنقل الصورة من هناك ونحن في هذا اليوم العظيم، يوم عيد الأضحى المبارك. حسين، أعود إليك بالصوت والصورة، ونحن دائما في شوق لما لديكم سواء على مستوى الضيوف أو مستوى نقل الصورة وما يحدث هناك من رعاية وعناية لحجاج بيت الله الحرام. تحية طيبة لك مجددا نبيل ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين الكرام. الصورة هنا في مشعر منى بتكاتف جميع الجهات من قطاعات أمنية وقطاعات صحية وأيضا قطاعات مدنية، كلها تتضافر لخدمة ضيوف الرحمن. كل السعادة على محيى ضيوف الرحمن وعلى العاملين في مشعر منى. يسعدني في هذه اللحظات أن أستضيف سعادة العميد مبارك بن عطية القرشي في ركن الحماية بمشعر منى. أهلا وسهلا بك معنا سعادة العميد، تفضل. أولا كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بداية حدثني عن ماذا قدمتم لضيوف الرحمن في هذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرصا من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين على سلامة حجاج بيت الله الحرام، ومن هذا المنطلق صدر قرار سيدي سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا باعتماد الخطة العامة للطوارئ لحج هذا العام 1443، والتي تنص هذه الخطة على تحديد المهام والمسؤوليات للجهات ذات العلاقة والمعنية بحماية الأرواح والممتلكات. فقد عمدت المديرية العامة للدفاع المدني بتحديد وتحليل المخاطر المحتملة التي في مشعر منى تحديدا والمشاعر المقدسة بشكل عام، تحديد هذه المخاطر وتحليلها ثم وضع الحلول لمعالجتها ولمواجهتها لا قدر الله. فقد تم اختيار العناصر ذات الكفاءة لمواجهة هذه المخاطر تنسيقا مع الجهات المعنية ذات العلاقة لمعالجة هذه المخاطر، وكذلك تنسيق الجهود في وضع الآليات المناسبة لتحديد الفرق أو فرق الإطفاء وفرق السلامة وفرق الحماية لضمان سرعة الاستجابة لهذه المخاطر، ما تنسيقا كذلك مع الجهات ذات العلاقة، وأيضا وضع التدريب المناسب والفرضيات مع الجهات ذات العلاقة لاختبار كفاءة الأداء. أيضا المديرية العامة للدفاع المدني أشركت في هذا الجانب المتطوعين سواء في شقيها النسائي والرجالي وتدريبهم على عمليات الإخلاء وعمليات الإيواء وعمليات الإغاثة، كذلك الإخلاء الطبي والإسناد الآلي والبشري. طيب نعود بعد هذا الحديث لضيف الزميل حسين الشمراني، ربما حدث يعني انقطاع بسيط. أعود إليكم أستاذ إبراهيم، دعنا نعلق على ما ذكره سعادة العميد قبل قليل، ونحن نتحدث عن تلك الجهود الكبيرة التي تؤدى لضمان سلامة وأمن وراحة حجاج بيت الله الحرام. ارتبط طبعا الحج بموضوع المشقة قديما والحج لمن استطاع إليه سبيلا، لكن اليوم
نحن نشاهد كمية كبيرة من الخدمات التي تقدم وتضع الحجاج على كفوف الراحة. من الطبيعي سيدي الكريم أن أساليب الحياة تتطور ونحن لسنا بمعزل عن العالم. الحج كان قديما يرتبط بالمشقة الشديدة والعنت وصعوبة المواصلات، لكن كل هذا تغير مع وسائل التقدم والتقنية الحديثة، فأصبح الحج بأيسر الطرق الوصول إلى المشاعر المقدسة وإلى مكة المكرمة، واختفت المشقة الطرق التي كان يعانيها الحجاج قديما في سبيل الوصول إلى المشاعر المقدسة، وهذا طبيعي. لا يمكن أن تبقى الأمور كما كانت قديما أو أن ينفصل أو ينعزل الحج عن تقدم الحياة الذي تعيشه البشرية كلها في كل أساليب حياتها. في حياتنا الشخصية حياتنا تغيرت كثيرا عن حياة آبائنا وأجدادنا في المواصلات والاتصالات والذهاب والعودة وتأدية الأعمال. رأينا في جائحة كورونا كيف أن الأعمال انتقلت عن بعد بشكل كامل، وكيف أن الطلبة تلقوا التعليم عن بعد عن طريق التقنية. فتطور الحياة أمر طبيعي، وطبيعي أن تتطور الخدمات المقدمة للحجاج. الآن التقنية دخلت في كل أعمال الحج، وكل يوم هناك جديد في تقنيات الحج، وسنصل في 2030 إلى ما يمكن أن أسميه ديجيتال حج، أن يكون عبر التطبيقات وعبر تكون التقنية تدير معظم إن لم يكن كل أعمال الحج، وهذا جميل جدا، لن يضر كثيرا بما يطلق عليه عنة أو تعب الحج. لا، ربما يعني قد يذهب الحديث إلى موضوع روحانية الحج، هل هذه الأمور هي مساعدة للحجاج لينعموا بالروحانية ويتفرغوا للعبادة، أم برأيكم قد تؤثر هذه الوسائل على روحانية الحج؟ اليوم أخذنا من ضمن الأخبار موضوع دخول السكوتر الكهربائي الذي يسهل انتقال الحجاج من مكان إلى مكان، مع أن هناك يعني وسائل أخرى تنقل الحجاج في القديم، لكن ربما هذه الوسيلة اليوم عندما دخلت سهلت كثيرا من استخدام مثلا السيارات في موضوع الازدحامات أو الحافلات. وما المشكلة؟ كل هذه التقنيات، كل هذه وسائل التنقل لكي تريح الحاج ليتفرغ للعبادة، ليتفرغ لمناجاة ربه، لدعاء ربه، للعبادة، لأصل العبادة في الحج، لا أن يستهلك جهده في التنقل والذهاب والعودة. جميل جدا، جميل جدا. أستاذ إبراهيم العقيلي الكاتب الصحافي والمستشار الإعلامي، شكرا جزيلا لحضوركم ولإثرائكم لهذه الفقرة. شكرا لكم. أحبتنا، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم بسلام آمنين، والآن نذهب وإياكم إلى نقل المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي. لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.